فقدتك يا عز الناس، فقدت الحب والطيبة، وانا ملي في هالدنيا سواك انت طالت الغيبة، وانا ملي في هالدنيا سواك انت طالت الغيبة. رحلت ومن بقى وياي يحس بضحكتي بكاي، وحتى الجرح في بعدك يغزيني وهلبه، وانا ملي بهالدنيا سوى كانت لغيب. تصدق قد ما حنيت اشوفك في زوايا البيت، واسولف معك عن حزني واحس ان انت تدري بها، وانا ملي بهالدنيا سواك انطالت الغيب. قد ما حنيت اشوفك في زوايا البيت، واسولف معك عن حزني واحس ان انت تدري بها، وانا مليت من هالدنيا سواك انطالت الغيبة. لكن البقى لله يصبرني على بعدك، اوضى حظي راضي بك، وانا ملي بهالدنيا سواك انطالت الغيبة. تختلف الطبوع واللهجات، تختلف الكلمات والألحان لنعبر عن شعورنا في هذه الأيام، ألا وهو ألم الفراق. وش رأيك الفنانة كريمة نايت؟ أولا وقبل كل شيء هذه كلمتي في الأول، أننا رانا يعني كشعب جزائري كله رانا تحت الصدمة لهذا الحادث اللي حصل. Bien sûr, c'est un gros choc. وما نقدرش نحطو مكاننا مهما نقولو مهما نعبرو مهما نكرمو اليوم، ما نقدرش نعبرو واش حاسة به العائلات اللي فقدت ولادها في هذا الحادث. هما ولاد الوطن صح،
قبل ما يكونوا أولاد الوطن هو أولاد إماهم وباباهم، عندهم أخوات وأبناء. يعني أنا جاريف با أدي بارتاجي ليماج هادية. أول بيان سور الفراق هي أصعب 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 تجربة يقدر يمر بها الإنسان في هذا في حياته، وفي نفس الوقت فراق الموت هي حكمة من عند ربي سبحانه وتعالى، ونتقبلوها. وعسى أن تكرهوا شيئا كما قال لك وهو خير لكم، راهم في الجنة سي سور يعني أكيد، وقدر الله ما شاء فعل. إحنا يعني هذه القوة تاعنا يعني في الإيمان، ونطلب الرحمة ليهم ونطلب، لأن الفراق ما عندوش يعني ما عندوش دواء غير الإيمان، ما عندوش دواء، ما عندوش دواء الفراق، لأن حاجة ما يقدرش يعني كما يقولوا ما يحس بالجمرة غير اللي تكويه. واليوم سي فغي الشعب الجزائري كله بأجمل وراهم التكوى سي فغي، ولكن يعني نحطوا الإيمان في قلوبنا ونطلبوا الرحمة ليهم، وربي يسهل 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 يسهل.